قال أبو العتاهية: ألا رب ذي أجل قد حضر، كثير التمني قليل الحذر، إذا هز في المشي أعطافه، تعرفت في منكبيه البطر، تكون له صولة تتقى، وأمر يطاع إذا ما أمر، يؤمل أكثر من عمره، ويزداد يوما بيوم أشر، ويمسي ويصبح في نفسه، كريم المساعي عظيم الخطر، يريش ويبري وفي يومه، له شغل شاغل لو شعر، يعد الغرور ويبني القصور، وينسى الفناء وينسى القدر، وينسى القرون وريب المنون، وينسى الخطوب وينسى الغير، وينسى الشهور تحيل الأمور، فإما بخير وإما بشر، يجرعه الحرص كأس العمى، ويحمله فوق ظهر الغرر، وأن تستعد لإحدى الكبر، هي الدار دار الأذى والقذى، ودار الفناء ودار الغير، ولو نلتها بحذافيرها لمت ولم تقض منها الوطر، لعمري لقد درجت قبلنا قرون لنا فيهم معتبر، فيا ليت شعري أبعد المشيب سوى الموت من غائب ينتظر، كأنك قد صرت في حفرة وصار عليك الثرى والمدر، فلا تنس يوما تسج على سريرك فوق رقاب البشر، قدم لذاك فإن الفتى له ما يقدم لا ما يذر، ومن يك ذا سعة في الغنى يعظم، ومن يفتقر يحتقر، ترى العمر يضرب أمثاله لنا ويرينا صروف العبر، فلا تأمنن له عذرة، فكم من كريم به قد عذر، فلا تأمنن له عذرة، فكم من كريم به قد عذر، يحول على المرء حتى تراه يشرب بعد الصفاء الكدر، حتى تراه قصير الخطى بطيء النهوض كليل النظر، أيا من يؤمل طول الحياة وطول الحياة عليه ضرر، إذا ما كبرت وغاب الشباب، إذا ما كبرت وغاب الشباب، فلا خير في العيش بعد الكبر.